وعلى ذكر النجاح مشاهدينا، على ذكر النجاح، فحقق الألبوم الأخير للفنان المغربي دون بيك نجاحا باهرا ونجاحا كبيرا على تطبيق سبوتيفاي منذ الساعات الأولى من إطلاقه. البيج يحصد إنجازا جديدا بعدما تصدر الألبوم الجديد ديالو 7 ديال المراتب الأولى، يعني 7 ديال الأغاني ديالو تخيل معايا في التوب سكوند، في أحسن الأغاني، في أحسن الأغاني الأسبوعية، أحسن الأغاني اليومية، أحسن الأغاني الأكثر سماعا. 7 الأغاني ديالو كتدخل سبوتيفاي كتجبر 7 الأغاني ديالو تحت بعضهم، يعني هذا نجاح كبير جدا للدومبيك. فكما قلنا 7 مراتب الاولى على نفس التطبيق اللي قدر انه يحافظ على الصداره ديالو لاكثر من اسبوعين، حيث تربع على عرش سبوتيفاي كاحسن فنان مغربي والاكثر استماعا واحسن اغنيه اسبوعيه. ففي اسبوع واحد حصل على اكثر من 3 ديال المليون ديال ستريم على منصه سبوتيفاي، وهذا طبعا يعتبر نجاح باهر دون بيك، واول مره شي البوم مغربي غادي يحصد هذا النجاح اكثر. اكيد حبزه، ودائما الفنانين يعني ما كيكونش توقعاتهم بنجاح البوماتهم 100%، يعني مجموعه من الاغاني كيقول فقط انه ممكن تكون يعني اغنيه واحده هي اللي تحقق النجاح، ولكن باش لقاو انه البوم تقريبا بالكامل انه يحقق هذا النوع من النجاح فهو نجاح لا يستهان به. وبرافو دون بيك، يعني البوم 40 فيه بزاف ديال المفاجات، منها ديو مع رابور الامريكي ذا جيم، وديو مع فنان الراب المصري مروان موسى، وتريو مع دون بيك مع نجوم الاغنيه الشعبيه المغربيه اللي هما عبد العزيز الساتي وسعيده صنهاجي وحميد القصري وغيرهم. وغتعرف الكليبات ديال الالبوم مشاركه كوكبه من ابرز الممثلين المغاربه، ويتعلق الامر بسعيد بايس، سعيده ازكون، رفيق بوبكر، راويه، فاطمه الزهراء الجوهري، باخو وفوفانا. والجدير بالذكر ان البيك اطلق اول مرحله اغنيه جمعت بالفنانة الجزائري ذكرتها رضا الطلياني، ودي يتصدر مواقع او موقع اليوتيوب لمده اسبوعين على التوالي. كان قالها كوثر النهار اللي حط دون بيك الاغنيه ديال ليترونجي شحال حقات ديال النجاح، وهذا بمثابه ماشي فقط نجاح لدون بيك، هذه رساله لدون بيك، راك ماشي انت بوحدك اللي نجحتي، راه الفن المغربي والراب المغربي ارتقى، ورتقى ماشي غير في المغرب انما ارتقى في العالميه. هذا شيء جميل جدا. كما قلنا مجموعه من المفاجات اللي تنتظر المستمع المغربي، وايضا تنتظر لي فانز ديال دون بيك في الالبوم ان شاء الله، والالبوم باقي فيه اجزاء غادي ينزلوا. تفضل كوثر. الحاجه اللي كتخلينا اننا نفتخروا بهذا الانجاز هو ان اغاني من الالبوم تم ادراجها في لائحه الاغاني الاكثر استماعا في دول اخرى، بحال مصر اللي دخلت المرتبه الثامنه من اللحظه الاولى بعنوان اتقل مع الفنان المصري مروان موسى، ودخل ايضا دون بيك للترتيب الخليجي في الموسيقى الاول باغنيه ذا فيكس رفقه الفنان فالي بغاش. اتقل اغنيه جميله، تسمع الاغنيه ديال اتقل غتعرف ان دون بيك انسان مبدع، يقدر يغني مع الانماط الموسيقيه كامله وتستمتع باتقل. فهذا الكلاسمون مشاهدينا كوثر كتشوف معايا توب 50 الصانغ في المغرب. فالان دون بيك كما كنشوفوا محتل المراتب الاولى. غير باش نشرح لكم واحد القضيه، الكلاسمون ديالو هنا كوثر في هذه لابارتي هذه هما كانوا 7 ديال الاغاني ديالو كاملين. اليوم هذه غير اليوم تغيروا الاماكن ديال الاغاني، الجراندي توتو طلع، وايضا لارتيست بالاغنيه 12 ديال الليل احتلات وطلعوا الفوق ونزلوا بعد الاغاني ديال دون بيك. ولكن بقى محتل الصداره، قهوه الصداره، ومازال غادي يحتل الصداره، ومازال الالبوم. دابا الغريب في الامر شني واقع دابا لدون بيك، ان الاغاني ديالو تتخبط في النجاح، ماشي كتخبط مع شي فنان اخر، لا انت ناجح والاغاني هو منافس ديال نفسه. فنتمنى التوفيق لدون بيك. فالاغنيه كاينه اغنيه خليجيه العنوان ديالها فكرني فيفكس فيفكس مع الفنان الفنان فالي بغاشي وهذه الاغنيه هذه رائعه هي، والستيل ديالها ستيل مميز، وبين فيه ايضا دون بيك على الكفاءه ديالو في الراب. كنقول الكفاءه فدون بيك راه استاذ، ماشي استاذ في المجال ديال الراب، في المجال ديالو والمجال اللي كيصنعه هو، راه يصنع الموسيقى ويصدر الموسيقى ويسمعنا موسيقى جميله. وهذا هو المغرب، وهذو هما الفنانين المغاربه كيتقدروا يتاقلموا مع جميع الثقافات ومع جميع الانواع الموسيقيه. النجاح ما كانش فقط مشاهدينا على منصه سبوتيفاي، انما على مجموعه من المنصات، منها منصه انغامي، ابل سونغ، وبزاف بزاف ديال المنصات. النجاح كان على مستوى واسع وشاسع
وباقي الجديد وباقي الحصري غادي يفيدنا به ان شاء الله مستقبلا. دون بيك بالتوفيق لدون بيك وبالتوفيق لكاع الفنانين المغاربه اللي كيشرفوا الاغنيه المغربيه وكيمثلونا في مجموعه من التظاهرات ماشي غير المغربيه والعربيه وحتى العالميه.